عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني الأعزاء، هنا نوع جميل من الأحجار، أتمنى أن ينال إعجابكم. أظنه من أحجار الكوارتز، والله أعلم. ولكم تعليق، ولكم الكلمة، وأتمنى تبلونا بالرأي في هذه الأحجار المتنوعة والجميلة التي تتواجد في مكان جميل أيضا ومعروف بالمعادن. هذه الحجرة ستقيلة، لم أكسرها كي أكتشف ما بالداخل، ولكنها ثقيلة جدا. هنا أيضا حجرة جميلة حجرة جميلة من نوع، أظنه نوع سومان، أو لا أتذكر اسم النوع بالضبط، لكن أظنه سومان. وهذا نوع آخر من نوع السومان، ولكن يبدو أن هذه الحجرة جميلة جدا. أتمنى أن تعجب، وثقيلة أيضا، وفيها تسربات شفافة ولامعة. أتمنى أن تعجبكم هذه الأحجار الجميلة. وإلى الملتقى إن شاء الله في فيديو آخر، وشكرا إخواني الكرام. هذه المنطقة هذه معروفة بالمعادن، وهناك شركات هناك مناجم للمعادن في هذه المنطقة، هذا هو اللي خلانا حتى نقوم بجولة جولة بحث، ربما أن نكتشف أحجار على وجه الأرض تكون جميلة وشفافة، وربما أن نجد حجر الألماس أو ما شابه، أو حجر جميل أيضا. انظروا إلى المنطقة، إنها منطقة جميلة ورائعة جدا. نحن نمارسها كهواية، وفي نفس الوقت نستمتع بالمناظر الجميلة حقيقة. المناظر، وهناك في الجبال البعيدة ثلوج في هذا الوقت، هذه مسألة غريبة شيئاً ما، ولكن نحن نتواجد في الأطلس المتوسط، وهذه المناطق هذه جميلة جدا وروعة. وأتمنى لكم التوفيق في الأبحاث ديالكم، وتنتمنى تقولوا لنا الإعجاب ديالكم في هذه الأحجار. وشكرا.
إخواني الكرام.